أهلاً وسهلاً بكم متابعينا عبر صوت بيروت انترناشونال، معكم سارة شحادة مباشرة من مدينة صيدا من إحدى الصيدليات، حيث اليوم بدأ رفع الدعم عن حليب الأطفال الذين تجاوزوا عمر السنة. فعلبة الحليب الكبيرة يتراوح سعرها بين 160 و 200 ألف ليرة، والعلبة الصغيرة اللي كان سعرها مدعوم بحدود 20 ألف ليرة اليوم صار بين 60 و 80 ألف ليرة. للتفاصيل أكثر معنا الصيدلي ليتيسيا الحريري، يعطيك العافية. يعني اليوم تبلغتوا من إحدى الشركات رفع سعر حليب الأطفال وتحديدا اللي بيتجاوز عمرهم السنة، يعني هل تبلغتوا من شركات تانية ولا اليوم بس هاي شركة واحدة؟ لا أكثر. اليوم بس وصلنا عدد معين من الحليب من شركة معينة، قالوا لنا أنه هول يعني هيدا النوع من الحليب شالوا الدعم عنه، زاد تقريبا 20-40%، وكتير عدد قليل لدرجة انه ما بيقدر يكفي شخص لمدة شهر. وقلنا كتير زمان ما عم يوصلنا حليب من كتير انواع وكتير ارقام، 1-2-3 ما عم يوصلنا، فاليوم وصلنا كمية كتير قليلة. يعني كذا حدا صار جاي لعنا منصدم بالرقم اللي عم يسمعه، كان شيء وزاد كتير، ففي كتير ناس عم تضطر تروح تجيب الكيس اللي بينجيب من السوبر ماركت وما عم يعطوا ولادهم اللي لازم ياخدوه حليب المطلوب. مزبوط. نعم. طب شو أكتر شيء اليوم الناس عم تطلب حليب؟ لأي أكتر شيء أعمار وأي أنواع؟ يعني فعلا في لجوء لنوعيات غير، لجودة حليب غير، شو أكتر شيء عم تطلب الناس؟ إجمالا الأرقام اللي عم تنطلب هي 2 و3 اللي هي لها كتير زمان مش موجودة عنا، وإذا عم يعطونا عم يعطونا علبة أو علبتين بالأسبوع اللي هي ابدا ما بتكفي لشخص واحد حتى. فاجمالا العالم بس عم يشوفوا هالسعر اللي كتير غالي او ما عم بيلاقوا حليب عنا بالصيدليات، عم يضطروا يروحوا يجيبوا الحليب اللي ما بقلبه نيوتريينتس للولد لازم ياخده لكل عمر. فعلا كمان هذا يمكن له تأثير بعدين على صحة الطفل، على مناعته، في محاربة الأمراض كمان. يعني أكيد أكيد كل عمر بده نيوتريينتس معينة، بده كالسيوم معين موجود بهيدا الرقم، فهذا الشيء ما عم بيكون موجود عنا بالصيدليات للأسف. طيب إذا بدنا نحكي كمان يعني مع رفع الدعم اليوم، يعني بلشت شركة واحدة اليوم رفعت الدعم على الحليب، وصل سعره يعني ممكن يتخطى 200 ألف. الناس شو راح تعمل؟ راح تقدر تشتري؟ يعني بضلكم تلاقوا زباين يمكن عن جد تفوت على الصيدلية؟ فعلا الوضع اليوم مؤسف، يعني لوين وصلنا. طبعا غير انه اول شيء الادوية بطلت موجودة بشكل كتير كبير، هلأ صار دور الحليب. كذا حدا اجى لعنا اليوم قالنا انه لا ما بدي اخد بقى من هيدا الحليب، حروح جيب من السوبر ماركت شو بلاقيه حاعطيه للولد، فهيدا الشيء ابدا مش صحي طبعا. والولد حيخسر كتير فيتامينز لازم ياخدها. الاهل عم بيكون معاشهم كتير قليل، ما عم يقدر يكفي انه يجيبوا حليب او علبة او 2 لهيدا الولد بهيدا الشهر، فللأسف يعني الولد هو اللي عم يخسر والأهل كمان نفس الوقت. نعم. طب بالنسبة للأدوية، إذا بدنا نحكي عن الأدوية كمان، يعني الوضع أصعب يمكن إن كان أدوية الضغط، القلب، هالأمور، الأدوية المزمنة، كيف عم تقدروا تتعاطوا مع الزباين؟ يعني فعلا يعني من أقل شيء وجع راس ما عم نقدر نأمنه للمريض، فهذا الشيء كتير مؤسف للصراحة، عم نوقع بمشاكل كتير. يعني اللي عم يوصلنا هن علب جدا قليلة، جدا 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 مرة أو مرتين بالشهر لا يوصلنا علبة أو علبتين، فهيدا الشيء كتير عم يعملنا مشاكل مع الناس، عم بفكروا إن إحنا عم نحتكر الأدوية، وهيدا الشيء مش مزبوط. يعني حسب شو عم يوصلنا نحن قد ما فينا عم نقدر نعطي الزبونات، وإذا في بديل عم نجرب نعطيهم إياه، بس حتى البديل ما عم بيكون موجود. حتى الناس كمان يمكن مش مقتنعة كتير اليوم أنا تاخد البديل. مزبوط مزبوط، ما عم يقتنعوا بسهولة. يعني طب إذا بدنا كمان نتناول موضوع اللقاحات، يعني كمان اللقاحات الأطفال تحديدا الرضع ويلي بيتجاوز عمرهم سنة سنتين، يعني دايما الطفل أكيد بس يخلق ليصير عمره يمكن 9 أو 10 سنين بحاجة للقاحات. حتى هيدي اللقاحات بلشت تنفقد بالصيدليات، كيف الوضع عندكم خبرين؟ مزبوط، في كتير لقاحات كانت قبل تكون موجودة بالصيدليات نحن نعطيها للحكمة، كمان بطلت متوفرة عنا، مثل الرطة، مثل الهيباتايتس، مثل الجدري، مثل الحصبة، هولي كلهم بطلوا موجودين وهن أساسيات لحتى الأولاد ياخدوهن. كمان هيدا الشيء بطل متوفر اللي هو كتير حيسبب مشاكل لبعدين، فهيدا الشيء كمان مش موجود.
للأسف القطاع الطبي يعني عم يتراجع، وأكتر شيء الصيدليات. لقينا أكيد في فرق بين السابق وهلأ، أكيد يعني بقى أشواط. أكيد أكيد طبعا. بدنا نشكرك على هذا اللقاء. شكرا لك على عبر صوت بيروت انترناشونال. يعني مشاهدينا فعلا الوضع أصبح صعب جدا مع رفع الدعم عن حليب الأطفال يلي اليوم قد يتجاوز سعره 200,000. هناك صعوبة من قبل الأهالي بتأمين الحليب لأولادهم، هناك أيضا تأثير على صحة الأطفال يلي صارت أيضا مهددة بظل يعني انتشار حليب يمكن جودته خفيفة، الفيتامينات بقلبه كمان مش كافية للطفل، اللقاحات أيضا مفقودة، لقاحات الأطفال الرضع. الوضع الصحي بلبنان فعلا بخطر، إلى أين لا نعلم، إلى أين يذهب البلد، إلى ما بعد الانهيار، بانتظار أن يسمع المسؤولون يعني وجع الناس. كنا معكم مباشرة عبر صوت بيروت انترناشونال، كانت معكم سارة شحادة وزميل يوسف فواز، إلى اللقاء.